الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا بالله وما توكلنا ولا اعتمادنا إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده القائل في كتابه وما النصر إلا من عند الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وإمامنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. تقدموا إلى الأمام، تقدموا وأفسحوا الطريق للداخلين. أما بعد، إخوة الإيمان والعقيدة، إخوة الهجرة في سبيل الله، أوصيكم ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه. إخوة الإيمان، قد يسألني سائل: وما هو موضوع الخطبة اليوم؟ أجيبه من غير تردد: الخطب يحددها الخطب، والخطب يحدد الخطب، والحدث يملي نفسه على الحديث. ونحن اليوم في هذا الزمان، في هذه الأيام، لا حديث لأمة الإسلام من شرقها إلى غربها، من الشام إلى العراق إلى الصين، إلا أن تتناول ما يجري في الغوطة. وما أدراك ما الغوطة؟ الغوطة أيها السادة مصنع الرجال، الغوطة بناء للأبطال، الغوطة أطفالها أبطال، نساؤها خنساوات، رجالها قادة، وقادتها أمة. الغوطة هي الخنجر الحقيقي في خاصرة نظام صليبي صهيوني مجوسي صفوي غادر. الغوطة هي ذلك الميزان الذي تميز من خلاله أهل النفاق من أهل الإيمان. الغوطة هي مشعل الإيمان في زمن الظلام. الغوطة فاضحة كاشفة لكل من تخاذل من شبيح ومن حكام. الغوطة عنوان لا ينتهي أبدا، ويكفي في الغوطة فخرا أن النبي عليه الصلاة والسلام، أين الصلاة على رسول الله؟
صلى الله عليه وسلم امتدحها فأثنى عليها وذكر أنها باقية في صامدة في أحلك الأيام، قال صلوات الله وسلامه عليه: فسطاط المسلمين. والفسطاط هو الخيمة، الملجأ، المكان الذي يلتجئ إليه المسلمون جميعا، الآمنون، الطيبون، الصادقون، الذين لا يميلون إلى خندق النفاق ولا إلى سرادقات الكفر. فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى، الفتنة الكبرى، عندما تأتي في آخر الزمان الفسطاط لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، هو الغوطة. وسميت الملحمة لكثرة ما يجري فيها من قتل ودماء ولحم. فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى بأرض يقال لها الغوطة، إلى جانب مدينة يقال لها دمشق، من خيرة مدن المسلمين يومئذ. ألا يكفينا هذا أن ننظر بقلوب صادقة وعيون متوجهة إلى ذلك الملجأ العظيم، إلى تلك الخيمة، خيمة العز التي تسمى الغوطة؟ هل يجوز أن نخذلها بالإعراض عنها؟ ألا ندري ما يجري فيها؟ لقد خرجت بعض الصحف العالمية عن خطوطها الحمراء فصورت على صفحتها الرئيسية، وأظنها الاندبندنت البريطانية، صورت الأشلاء والأطفال، القتلى والنساء، ثم وضعت إلى جانب الصورة القتلة: بوتين، بشار هولاكو، خامنئي، حسن نصر اللات، هؤلاء القتلة، هؤلاء المرتزقة، هؤلاء المجرمون، هؤلاء الذين قرروا أن ينتصروا على الأطفال. لكن الأطفال بإرادة الله، بإذن الله، سينتصرون عليهم، إنهم رجال. قرروا أن ينتصروا على النساء، قرروا أن ينتصروا على الملاجئ، قرروا أن ينتصروا على البيوت، قرروا أن ينتصروا على الدماء. هذه هي الغوطة، هذه هي الغوطة أيها السادة. عندما جاءت الحافلات الخضراء إلى الغوطة ووضعت على حدود وتخوم الغوطة، وقيل لأهل الغوطة: الطعام جاهز، الدواء جاهز، المستشفيات جاهزة، والشرط أن يخرج المجاهدون. ولكم الأمان، هذه الحافلات تحملهم إلى حيث تريدون. قال أهل الغوطة: هذه الحافلات الخضراء سنحملكم بها إلى جهنم بإذن الله. هذه هي الغوطة، مصنع الرجال والسادة العظام. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، راجمات الصواريخ وأحدث أنواع الطيران وكل المدافع والدبابات وكل مرتزقة أهل الأرض على تخوم فسطاط المسلمين. في البداية كل 10 دقائق قذيفة، اليوم في كل 10 ثواني قذيفة. أين المعتصم؟ أين المعتصم؟ أين المعتصم؟ ربما معتصماه انطلقت من أفواه السبايا اليتم، لامست آذانهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أقول لمن يفاوضون
روسيا على أنها راعٍ، إن أفضل عمل تتقربون فيه إلى الله وإلى شعبكم إن كنتم من هذا الشعب أن توقفوا أي مفاوضات تكون فيها روسيا راعية لدمائنا. فلا يرعى السلام من يريق الدماء في حلب وإدلب ودمشق، لا يرعى السلام من يستهدف المستشفيات والمدارس والأحياء والأطفال، لا يرعى السلام من يصنع الأشلاء في بلاد السلام. ولا يجوز أن يكون راعية سلام، ومن كان كذلك كان من يجلس إليه شريكا معه في الجريمة. وأقول إلى الفصائل، افتحوا جبهاتكم وكفانا تخاذلا وكفانا تقسيما للقضية، فالدور سيأتي عليكم. إن سقطت الغوطة لا سمح الله سقطت الثورة في سوريا، إن سقطت الغوطة ارتفعت معنويات النظام، إن سقطت الغوطة ستجدون من الجرائم والاغتصاب والقتل في أبناء سوريا وفي أهل الفصائل، هؤلاء الذين لا يتحركون إلا بأوامر الراعي الممول. إن المال الذي يأتي إلى فصيل وهو مشروط هذا مال نجس، لا يجوز لصاحب مال أن يشترط على فصيل أبدا، وإلا كانت سرقة لهذه الثورة. اقتل هنا ولا تقتل هنا، اضرب هنا ولا تضرب هنا، افعل هنا ولا تفعل هنا، اعمل هدنة هنا ولا تصنع هناك. وأقول للفصائل أيضا قبل غيرهم، إن لم تنصروا الغوطة اليوم ستبكون بكاء أبي عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة الذي جلس يبكي على ملك دام 244 سنة في العام 1492 للميلاد. سقطت غرناطة فدخلت عليه أمه وهو الملك يبكي، فقالت ابكي كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال. وأنا أقول لهؤلاء الفصائل الذين لم يتحركوا والذين تاجروا بالغوطة والذين اكتفوا بالبيانات لأجل أن يظهروا تعاضدهم مع الغوطة، الغوطة تريد رجالا وفعلا وفتح جبهات وتخفيفا عنها، لا تريد كياما ولا بيانات. أقول لهم إن لم تنجدوا الغوطة اليوم ستبكون غدا كالنساء على ثورة لم تحافظوا عليها كالرجال، وستكونون شركاء في هذه الدماء التي أراقها الروس والتي أراقها المجوس والتي أراقها هولاك الأسد والتي أراقها شبيحة العالم والتي أراقها الفاسدون. أيها السادة، عندما نتحدث عن الغوطة فنحن نتحدث عن أمة ولا نتحدث عن بقعة. هذه الأمة، وأقولها بصراحة، تدفع ثمن سقوط الخلافة العثمانية. نحن اليوم ندفع سقوط خلافة بني عثمان في كل البلاد، في الغوطة، في إدلب، في حلب. ما كان ليجلس علينا نظام هولاك الأسد لو أن خلافة بني عثمان ظلت شامخة عزيزة في شيشان، في أفغانستان، في الصومال،
هذه الفيزا التي مزقتنا لا تدخل إلا إلى بلد إلا بفيزا، ولا تخرج إلا بتعليمات. أيام السلطان عبد الحميد كنت تمشي في العالم الإسلامي كله، فهو علمك وهي دولتك وهي أمتك. رحم الله السلطان عبد الحميد ورحم الله سلاطين بني عثمان. الشيء الآخر الذي أحب أن أقوله وأن أردده وأن أذكره وأن أبينه، أن المعركة واحدة. منذ سقوط الخلافة قرروا ألا تنهض أمة الإسلام. المعركة في عفرين ضد البيكاكي والبيدي هي ذات المعركة في الغوطة. تركيا مستهدفة، الثورة السورية مستهدفة، النهضة الإسلامية مستهدفة، أي نهضة في أي بلد مستهدفة. نحن عدونا يتعامل معنا على أننا أمة واحدة، لكننا نحن لجهلنا نتعامل على أننا أقطار ودويلات. هذه الدويلات مؤقتة، وينبغي أن تعود أمة واحدة على ما كانت عليه أيام بني عثمان. ونحن نتعامل مع هذه الدويلات بشكل مؤقت، لكن نرنو في يوم من الأيام إلى أمة قال الله عنها إن هذه أمتكم أمة واحدة. الرب واحد، الرسول واحد، النبي واحد، الكتاب واحد، فالمصاب والخطب والجلل واحد. أجل أيها السادة، فلا أريد أن نفرق بين التحديات التي تتعرض لها تركيا، مع أنها لم تقم بثورة ولم تحمل سلاحا، هي وصلت إلى الحكم عن طريق الانتخابات، ونهضت على طريقة الدول المتحضرة اليوم، وسبقتهم في الديمقراطية، وكانت صادقة في ديمقراطيتها، وكانوا كاذبين في زعم الديمقراطية، لأن مشكلتنا مع طاغية الشام هي مشكلتنا معهم، هم الذين يحمونه. الذي يحمي طاغية الشام هناك الأسد في دمشق، والذي يحمي البيكيكي والبيدي في عفرين، وهو الذي يريد تمزيق تركيا وتقزيمها لتصبح قزماً عاجزاً عن توحيد هذه الأمة، عاجزاً عن أن ينقل تجربته إلى إخوته في الدول الأخرى. أيها السادة، الكلام يطول وفي القلب أنات وآلام لا يعلمها إلا الله، لكنني سأتابع الحديث في الخطبة التالية إن شاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله. الحمد لك ربي كما أمرت، وصلاة وسلاما على نبيك الذي لنا أرسلت، ورضوان الله على صحابة كرام برر بهم سماء هذه الدنيا أنت. قد يقول قائل: الحديث عن الغوطة سياسة، وما علاقة المنبر بالسياسة؟ أقول لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام قاد الجيوش من منبره، من مسجده، من روضته، أقام القضاء في مسجده، رفع الأعلام وجيشها، وأرسل الغزوات من مسجده. ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وأن اهتمامنا بأهل الغوطة أو بأهل حلب أو بأهل إدلب لا يقل عن اهتمامنا بوحدة البلد الذي نقيم فيه تركيا، بل لا يختلف عن قلوبنا التي تتوجه إلى البوسنة، وتتوجه إلى الهرسك، وتتوجه إلى كل مكان فيه ألم لهذه الأمة. الآن تسألني ماذا أستطيع المقدمة للغوطة؟ أقول: نبدأ بالدعاء، لكن إياك أن تقف عند الدعاء. الدعاء
كلام المقصرين إن لم يقترن بالعمل. أنت تستطيع أن تقدم ما تستطيع من مال، أنت تستطيع أن تقف ضمن احتجاجات، أنت تستطيع أن تبلغ صوتك، إن كنت طبيباً أن تمارس ما تستطيع من عمل ومن ضغط على المنظمات الدولية لكي تدخل إلى الغوطة. أريد أن أقول سراً يؤلمني، إحدى المؤسسات تقدمت إلى منظمة دولية، إلى الأمم المتحدة بطريقة رسمية ونظامية، قالوا نريد أن نتعاون من أجل الغوطة، نحن في هذه الأيام نطرق كل الأبواب. فأجابوهم: نحن نقدم الإغاثة للشعب السوري لكننا نعتذر عن الغوطة. مشكلتنا هي مع الأمم المتحدة، مشكلتنا هي مع ديمستورا، ومشكلتنا مع أنفسنا أيها السادة. ماذا نفعل؟ هل نكتفي بأن نطلع ثم بعد ذلك تزرف منا الدموع ثم غير الموضوع، غيره، وين بدك تروح؟ خلنا نروح نسيران. هل هذا هو الإسلام؟ سنسأل عن هذه الدماء. لو أريقت هذه الدماء بعد أن نموت لن نسأل عنها، لكن ما دامت أريقت ونحن أحياء فسنسأل عنها بين يدي الله عز وجل. اعرفوا هذا وتذكروا قول الله عز وجل: وقفوا منهم مسؤولون. فإذا كانت المنظمات الدولية لديها تعليمات ألا ترسل شيئا إلى الغوطة، فسنرسل ما نستطيع من مال، ولو ليرة، ولو 5 ليرات، ولو 10 ليرات، ولو 100 ليرة، ولو 100 دولار، كل ضمن استطاعته. ولدينا طرقنا بفضل الله عز وجل، لن نتوقف. نحن أمة تستمد قوتها من الله. وصدق ذلك المهندس الذي خرج من الغوطة يقول: هذه المعركة لا يقودها بوتين ولا بشار ولا أبو همام الغوطاني ولا زيد عمر، هذه المعركة يقودها الله، وسننتصر بإذن الله، وسندخل دمشق فاتحين، ولن نذل ولن نذل. وأكبر دليل، هم يريدون تفريغ الغوطة من رجالها، أكبر دليل أيها السادة أن معركة مرج دابق قريبة من هنا، قريبة جدا، على الحدود التركية السورية، أن معركة مرج دابق قبل أن تحصل يخرج لها مدد من الغوطة. فالغوطة يا أيها الفصائل إن انتصرت لن تتعامل معكم بالمثل، ستمدكم بالرجال، ولو خذلتموها لكن لن يخذلها الله، لكنكم ستحاسبون. إذن الغوطة باقية، وأمة الإسلام باقية إلى قيام الساعة، بعز عزيز وبذل ذليل. ونحن نكتب ونسجل ونخطب ليس فقط من أجل رفع المعنويات، وإنما من أجل التاريخ. سندرس جرائم الغوطة لأبنائنا، لأجيالنا، ليعرف أبناؤنا وأجيالنا، بعد ذهاب أمثال توفيق البوطي، وبعد ذهاب أمثال حسون، بعد ذهاب كل الشبيحة الذين برروا في هذه الأيام قتل أبنائنا في الغوطة، بعد ذهابهم جميعا سيعرف أبناؤنا من هو طاغية الشام؟ من هؤلاء الذين قاتلوا معه؟ من هؤلاء الذين وقفوا معه من حسالة أهل السنة والجماعة؟ من؟ وسنسأل عن موقفنا، والحياة موقف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت. اللهم كل أهلنا في الغوطة، اللهم كل أهلنا في الغوطة، اللهم كل أهلنا في الغوطة. اللهم اجعل تلك الحمم وتلك الصواريخ بردا وسلاما عليهم، كما جعلتها بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم أخرجنا من ثورتنا في الغوطة، من رجالنا في الغوطة، من أطفالنا أبطالنا في الغوطة، من نسائنا الخسارات في الغوطة. أخرجنا صلاح دين جديد، أخرجنا عماد دين جديد، أخرجنا نور دين جديد، أخرجنا قادة يوحدون هذه الثورة، يوحدون هذه الأمة، يقفون مع تركيا يدا بيد
لننهض بأمة الإسلام من جديد. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، أرنا في طاغية الشام يوما يعز فيه الإسلام وأهله ويذل فيه الشرك وقومه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة، يرحمني ويرحمكم الله.